بيقول المثل الإنجليزي إذا بدك تطلع من الجورة بدك بالأول توقف الحفر. ومع أنه أنا مش إنجليزي، إنما اللي شايفه أنه الجورة اللي البلد واقع فيها غميقة والحفر ماشي. أكيد في ناس رح يقولوا هذا حكي متشائم، ماشي الحال، بس الطلعة من الجورة مش سهلة. مين ما سألته عن حالته بيقولك الله يعين، كل ما نطلع من جورة منوقع بجورة. كمان كل ما سألت واحد عن حالة البلد بيقولك بدك يتفقوا، بدل ما كل واحد عم يحفر للتاني. يا ريت هيك وبس. القصة ما وقفت على الحفر، صايرة حفر وتنزيل، بيحفر له وبينزله، والجورة كرمالة عم توسع وتغمق والتدفيش ماشي نزول. هذا رأيي، فكر فيها.